قد عدت يا شهر الهدى، يا رحمة تسع المدى، يا طهر قطرات الندى، يا كل معنى للجمال. قد عدت يا شهر الهدى، يا رحمة تسع المدى، يا طهر قطرات الندى، يا كل معنى للجمال. أرواحنا مثل الحمام نشتاق من عام لعام، أرواحنا مثل الحمام نشتاق من عام لعام. آه قد عدت بالأجر الجزيل، تعطي الكثير على القليل، بالفضل ميزك الجليل. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في برنامجكم اليومي، برنامج في رحاب الشهر الكريم. ويسعدنا في هذا المساء نستضيف السيدة حاجة مريم داود، رئيسة اتحاد التاجرات في تشاد. السيدة حاجة مريم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاجة مريم داود، نحن نقدم لك التهنئة بشهر رمضان المبارك. شكرا جزيلا. نعم السيدة حاجة مريم داود، أنت رئيسة اتحاد النساء التاجرات في تشاد، كيف تقدر تورينا تنظم وقتك في شهر رمضان؟ لأن أنت مسؤولة من بيت من أسرة، فكيف توفقي بين عملك كرئيسة اتحاد التاجرات وأيضا كربة بيت؟ كيف جدول بيكون في شهر رمضان المبارك؟ شكرا جزيلا. الشهر رمضان شهر العبادة وشهر التوبة وشهر الغفران. نعم. وشهر أنزلوا فوق القرآن. يعني هنا مبسوطين بشهر رمضان ونبشروا بيه. وشهر رمضان في السنة بيجينا مرة. يعني هنا فرحانين. يعني هنا نلقوا رمضان ده فرحانين لأجل الإبادة والتوبة والغفران. وصلة الأرحام. وصلة الأخوان وصلة الجيران. ونرهب برمضان. شهر رمضان عند معجزات كثيرة. أكيد. في رمضان يعني أنا عندي وقت لل مع العيال في البيت. وقت مع الأمل. وأتربيت وقتي مع الإبادة. عشان أنا في رمضان خلاص منوقف كل الأكتيفيتي كلها نوقفة. يا سلام. عشان ندور الرحمة بيني وبين الله. وندور الأجر. الله. وندور الغفران. نعم. في الشهر ده يوم أني نقول لك نلقوا بمرحب ده عشان للتوبة وللغفران. صحيح. وليك الماجس لنا كله بوفي لنا في رمضان. أكيد أكيد. يعني نادي يمكن قيل استغفر الله استغفر الله كل نئمة. أكيد. الحمد لله الحمد لله كل نئمة. أكيد. يعني أنا عام رمضان دي أنا منهبها زيادة من الدنيا ولا يعليها. عشان ده الوقت واحد. أنا بنفسي ذات ندخل اللدايا ما يعني عشان ندور الأجر. عشان في رمضان ده إتك إن دخل سيئة شغل لها سنة مضاعفة. أكيد. كان ده بس ندخل في اللدايا. نمشي شوية في المرق، نمشي في التدريس نهضر في هذا. نعم. أيوة. في الدرس. أنا الدرس في الحلقات. في الحلقات نمشي نحضر في رمضان ده كل وقتك وقت واحد ما بنفوته. نعم حجي مريم داود، طبعا فعلا أنت وقتك كله فرغتي
في هذا الشهر لعبادة الله سبحانه وتعالى، وده شيء جميل. أيضا في شهر رمضان سيدة مريم داود، حجة مريم داود، نحن نشوف يعني أحيانا الناس يعني تقول رمضان جاي رمضان جاي، بعض النساء أيضا يخلق مشاكل في البيت للأزواج. فده أنت كمرأة وربة بيت وإيش التجربة ده سنوات كثيرة، شنو وصيتك لأختك المرأة في شهر رمضان المبارك؟ ده جهل. رمضان شهر هنا التوبة، شهر هنا خفران، واجب المرأة تهتم تشوف الطريقة التخارجة بينها وبين الله. أنا مكأدل قادي ده حياتك يوم ما يتك أمشي جيب قمام ولا جيب ولا هصل ولا خطة ما في، عشان ممكن هسا أنا صليت الصبح ما دامني نصلي الظهر، عشان ده الله قال إنما الأسرة يسرى، خلي أخواتي العين خلي يسر. المرأة تكلف نفسها تكلف راجلها في شهر رمضان، هي تدور الأجر، والأجر كل الجنة تهت أقدام الرجال والجيب ونسوك ونجهز ونحصل. وأنا نتأسف يوم نشيف الناس في السوق ونشيف أخواني التجار بزود الأسعار، ما بفتشوا تجارة الحسنة يعني بزود الأسعار بسود. أنا متأسف عشان ده أنا رمضان قصدت إجازة ومن التصايم وبطنك ملاني بالإبادة، كنت لقيت شقة تمرأة إذا إنت بطنك ملاني أكيد أكيد. شربت الألمي بطنك ملاني الأكل ده، كن إنت سويته أفتح الباب خلي فاتي خلي الجماعة يجي لكم تفطروا سوا تاكلوا سوا تشربوا شو الشغل اللي قلت ده، ببقى أفضل الحمد لله. العين قعدت في اللدائن ما بخلنا الأكل فيهما، ما بخلنا الأكل للخدامين بهيتهم عشان المرأة تشيل الأجر لضيفانها لزوجها، وزاتك انجلي قاها في اللدائن يفرح أكيد. الله كله بفرح أكيد. منها أكيد. خلينا نمشي رمضان بسرور بفرحة مع إيالنا مع أزواجنا مع أخواننا مع جيراننا مع الكل مع الكل، خلينا مع الشعب التشادي النادم. انت كان اخوك مركة لقيتها بسم لي فيك صدقة انت فرحان وهو كله فرحان، انت ذاتك مش الشغل تقيل دليلة. خلينا ما نلكاتف في الاكل وفي النناقير. جزاك الله خير حج مريم داود. طبعا في شهر رمضان الانسان لو دعا ربه الله يستجيب الدعوة، وانت ككادرة من كوادر النساء في جاد، شنو تتمنى لبلدك جاد في شهر رمضان المبارك؟ في شهر رمضان المبارك نتمنى لبلدي العافية والعفو والمدء وطولة الأمر، ونتمنى يعني الأمن والاستقرار، وندور الله يجيب العافية في بلدنا تشاد والجمهورية الرابعة كله اليوم أنينا مبسوطين منها، فرحت كل التشادين. ندور أتخلي تطبق لنا ونقوف وراء رئيسنا ونقوف وراء دولتنا وإن الله يهب المحسنين أكيد. وأنا اليوم فرحانة في الشيء الرئيس سواء جمع البعيد دل من أول كل منانا من التشادين أفى البعيد أفى القريب مد لأخوانا الإيدين للمعارضة للسلام. الشيء ده أنا شاهدته في التلفزيون فرحاني منه، وده الشيء لأنينا الحارسين أنهنا ما ندور الزل وما ندور التعب، أنهنا التشادين ندور الآف وندور الربط ونقوف وراء بلدنا ونقدمها قدام وندور الأمن والاستقرار. حجة مريم وصلنا لنهاية البرنامج، كان لديك كلمة أخيرة تقدمها للسادة المشاهدين؟ الكلمة الأخيرة نقول لأخواتي خليه يصل، ونقول لأخواني التجار الإيد قدامنا خليه، هو شغلنا فردد الشهر ده ما شهر أنا أجل الشغل كيك ضاعفت ده، ربنا بنطيك أشرة أمثالة ضائف ده. اليوم الناس بدوروا الكسوة هنت الإيد بدوروا الكسوة هنت الإيد، خليه يرخص الأسعار في السوق، خليه ده شهر الحسنة، خليه تاجر تجارة الحسنة. كن نادم كي دخل في المجازة ما يرجوه، كن إن شاء الله عنده 5 ريال، كن النادم شفت ضعيف أرفع عليه ساكت أمطي، ربنا بخلف لي أكيد. زين أهني الأوين كله خليه يسرا. توا كان مباكر كان قال الكأك الهلاوة الجناقور يا أولاد خلينا نيسروا إنما الأسرة يسرا، خلي نيسروا لأزواجنا لأخواننا لناسنا، وخاصة نركز للناس التجار بس. التجار خلي ما يقلل مأكلات في رمضان، خلي أخوانهم يقوشوا بيناتهم، خلي ما يقلل الكسوة الكسوة هم تلقيت يا جماعة. اليوم الحالة شيء صعبة، الوطن صعبة، السياسة مزيرة، وما فوقنا أننا الدول كله الأزمة الاقتصادية عالمية، الأزمة الاقتصادية عالمية صحيح. خلينا أننا بيناتنا كي خلينا نلحاننا ونيسروا
لاخواننا يعني الله ذاتك بزيد لنا وبرهمنا شهر هنا رمضان ده شغل انت مركت واحد ربنا بخلف لك بضعف لك بأشرة امثالك خلي ما نلأسر وأنا دي ممكن دخل ده فرها بس اللي فيه تساوق ليه فرها أمتي كن إن شاء الله ما عندك لا أمتي إن شاء الله خلي يمشي قدرة جبية ده قدر يدي إن شاء الله لأن الدنيا ما عندها فايدة أكيد الدنيا دي كلنا راحلين منها نخلوها خلينا نيسر وخلينا نلكاتف في دولتنا تو ندور نشاركوا كلنا اللهم سوا كان نبنوا بلدنا نبنوا بلدنا ونقدموها والله يسهل لنا امورنا في الدنيا وفي الاخره ورئيسنا وسيده البلاد الاولى الله يمطهم العافيه ويمطهم طولة العمر والله يجيب لنا الامن والاستقرار في بلدنا تشاد ونشكر الصحافه الصحافه بصفه عامه وبصفه خاصه الإعلان ده تشرته والدين نشكر رجال الدين داسنا المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية هم كلنا نشكرهم كثير اليوم ده الحمد لله اليوم تسامح وتعايش سلمي اليوم الدين انتشر انتشر بواسطة رجال الدين وانتشر بواسطة الصحافة ما قصرت في أي مكان وعني هنا التشادين كان الله يلم قلبنا والله يوفقنا في بلدنا جات نأمروها ونودوها قدام يعني احنا ما ندور التعب شيف اليوم التعب اللي بيجي في الدول اللي جيراننا ده اليوم بمليارات بنلاقي بديامة بنلاقي بذهب بنلاقي الرئيس الجمهورية قال انا ولا اجيب لكم ذهب ولا اجيب لكم فضة ولا اجيب لكم ديامة جاب لنا العافية العافية ثمنها وين شيف انظر للدول اللي مقابلنا انظر ليبيا انظر اليمن انظر أفريقيا الوسطى اليوم أنينا راهدنا دي مثلها ولا تلقي ونشكر الديش ورجال الأمن شكرا حاجة مريم داود سيدات وسادة كما قالت الحاجة مريم داود رئيسة اتحاد التاجرات التشاديات نحن لابد كلنا أن نقف خلف رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو من أجل أن نبني الوطن تشاد تكون آمنة مستقرة مطمئنة وأيضا ذكرت التجار كونها هي رئيسة اتحاد التاجرات خلي يرحموا المواطنين عند التسويق للعيد وألا يفكروا دائما في الربح في الدنيا فالربح في الآخرة هي خير من الدنيا فإذا بهذا نصل إياكم إلى نهاية برنامج في رحاب الشهر الكريم وفي نهاية نشكر السيدة حاجة مريم داود رئيسة اتحاد التاجرات في تشاد شكرا سيدة مريم خير نئم صيامك وفطور خير صائم رمضان أبشر بالخير نئم صيامك وفطور خير صائم رمضان أبشر آخر سفرة لهذا الموسم جهزها لنا عبد الرحمن محمد أبا وذلك بعد متابعته للحلقات الماضية وتأثره بها هو من مواليد 78 بعين جمينة درس الابتدائية بمدرسة أمريجيبة والثانوية بجان بول سارتر والجامعية بالمغرب والجزائر تخصص عبد الرحمن في الحاسوب والإدارة يعمل الآن محاسب بالهيئة الوطنية لترقية العمل أونابي ورئيسا لحزب الشعب من أجل التغيير الديمقراطي PPCD أب لعشرة أبناء خير نعيم صيامك وفطور خير صائم رمضان أبشر بالخير نعيم صيامك وفطور خير صائم رمضان أبشر بالخير نعيم صيامك وفطور خير صائم رمضان أبشر بالخير نعيم صيامك وفطور خير أبشر باليمن الهنا والخير لا يدري عبد الرحمن بأن هناك مفاجأة تنتظره وهي مقابلة مع النائب البرلماني صالح علي مصطفى خير نئم صيامك وفطور خير صائم رمضان أبشر بالخير نئم صيامك وفطور خير صائم رمضان أبشر بالخير نئم صيامك وفطور خير نئم صيامك وفطور خير نئم صيامك صالح محاضر جامعي
وأصر على المشاركة في البرنامج. صايم رمضان أبشر بالخير نئم صيامك وفطور خير. 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 صايم رمضان. وصلنا بيت عائشة ومجيئنا عبارة عن مفاجأة كبرى رسمت الابتسامة في وجهها ووجوه أطفالها. عائشة أرملة ووحيدة في مفترق الطرق، توفى زوجها منذ 10 أشهر تاركا لها 9 أطفال ما بين بنين وبنات. صايم رمضان أبشر بالخير نئم صيامك وفطور خير. صايم رمضان أبشر بالخير نئم صيامك وفطور. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. ساهم عبد الرحمن بسفرة ومبلغ مالي. والله شكرا للأخ زكريا، برنامجك ده برنامج حساس وبرنامج إنساني صراحة. يعني أنا حسيت اليوم ماشيين 13 في رمضان، لكن أحلى يوم أنا قديته اليوم في رمضان، لأن جيت والأخوة دي والناس دي اللي يعتبروا أسرة مني، وإن شاء الله ما يكون آخر زيارة. شفت البيت إن شاء الله ربنا يوفقني نقربهم كأخواني كأخواتي وكأسرتي. نطلب من كل إنسان، بس ما يكون زول سياسي ولا تاجر، كل إنسان حساس يعني في شهر رمضان يحاول بقدر الإمكان يساعد أخوان الضعفاء. اليوم أنجمينا قاعدين في أزمة شديدة، زول ألوم عنده راتب شهري يخدم عنده مشكلة، وكيف من نادم ما عنده شهر ما عنده خدمة وإن ده أسرة وإن ده عائلة وفي رمضان. أما صالح فقدم للأسرة شوال أرز وباقة زيت. حقيقة فرحت فرح شديد، وبالتالي يعني تحاضرنا وكده طبيعة الله خلاني فشيف يعني كون جاء في الدائرة، والدائرة الرابعة هي دائرتي بالذات يعني. فهو لما جاء شرف للأسرة وكذلك شرف لي أنا تكذبيته، لأنه شرف لي ما جيت شارك في البرنامج لوحدي، لكن كان كرئيس حزب وجاء معي فداني انطباع تاني يعني. وهكذا مفروض يعني السياسيين بعضهم البعض، ما السياسة لا تعني معناتها الخصومة ولا تعني مثلا المناحرة بين الناس، إنما الناس تتعاون وفي النهاية المواطن التشادي هو المستفيد يعني. هذه الأسرة فقط يعني والدها وغير ذلك، هذه طبيعة البشر، والدهم زاح ونحن أيضا في الطريق إن شاء الله. لكن فعلا أسرة هنا ما يكون دائما تكون أسرة عفيفة يعني، 9 أطفال يعني أيتام، ومرأة يعني ما عندها خدمة ولا أي حاجة، وزي القاع الشيف ولا الطول ومقعدهم يعني هيئتهم كده، الهيئة ما حقيقة يعني تؤثر في الواحد. فهم أحق الناس من الأسر يعني بالرعاية وبالمساواة. عجزت عائشة عن وصف شعورها وغلبت الدموع فرحتها. جزاك الله خير الجزاء، ما نقدر نكافيك، وكان شكرتك كل شيء، بس كان شكرتك كل يبقى لشيء، كل كيني شقيت وينا بجيت لي ساعتو يا ريت الله يبارك بشوية مسارك. ها تبقى إن شاء الله تشهد سفر إن شاء الله. جزاكم الله خير الجزاء، والله فكرك نزال حضر. مشاهدينا الكرام، انتهت هذه الحلقة من برنامج سفرة، ولكن قبل نهاية هذه الحلقة وربما هذه هي الحلقة الأخيرة، وأتمنى لا تكون آخر حلقة في العمر، إن شاء الله سنلتقي معكم في السنة المقبلة مع أسر جديدة ومع شخصيات جديدة. ولكن الرسالة التي أريد أن أوصلها لكم من خلال البرنامج بأنه أتمنى
أن الإخوة الذين قدموا الأكل وقدموا المعونات والمساعدات خلي ما يقطعوا العلاقة مع هذه الأسر الضعيفة، يستمروا معهم في العيادة الأخرى وفي المناسبات التالية. والشيء الآخر أيضا، هذا البرنامج عبارة عن يعني رسالة فقط، اللي كثير أو يعني الآلاف من الشاديين في نجمينا وخارج نجمينا يعانون، وكثير عندهم الأموال، ولكن يجب أن يفكروا لهؤلاء الأسر ويغتنموا فرصة رمضان وغيرها. ونتمنى إن شاء الله أن يضع هذا البرنامج في ميزان حسناتنا، ونتمنى لكم سنة عيد سعيد، وكل عام وأنتم بخير. تقبلوا تحيات أسرة برنامج سفرة، إلى اللقاء.